شهدت الشهور الثلاث الماضية حالة من الجدل والاستنفار، وذلك بسبب قيام الحكومة بهدم وإزالة مساحات واسعة من جبانات القاهرة التاريخية لأغراض إقامة توسعات مرورية. لم تكن هذه الإزالات هي الأولى من نوعها، فقد سبقتها عمليات إزالة من قبل سنة 2019 تحت عنوان إقامة محور الفردوس المروري. في الحالتين اقتطعت الإزالات التي تمت بصورة عنيفة مساحات من تاريخ الجبانات، والتي يعود تاريخ أجزاء منها لما قبل إنشاء القاهرة نفسها في القرن العاشر الميلادي، ونالت من مقابر شخصيات تاريخية هامة، وفيما عدا جبانة طه حسين التي نجت بسبب رغبة فرنسا في نقل رفاته لديها، فإن كل الجبانات التي تمت جدولتها للإزالة لم تنجو من بلدوزر الحكومة، ولم تستمع الحكومة في عام 2019 ولا في العام الحالي للمناشدات التي أكدت على الأهمية التاريخية لتلك الجبانات، بل لم تقبل الحكومة حتى النظر في حلول بديلة أبدى المختصون والخبراء كامل الاستعداد لطرحها. وحتى توصيات اللجنة التي أقرت الحكومة إنشاءها الصيف العام الجاري بعد حملة الانتقادات المحلية والدولية التي نددت بتلك الإزالات لم تستمع إليها الحكومة، مما أدى إلى انسحاب أعضاء هذه اللجنة. فما هي قصة جبانات القاهرة التاريخية؟ ولماذا جرى كل هذا الاستنفار ضد إزالتها؟ وكيف كان من الممكن التعامل مع الاحتياجات التي تطرحها الحكومة لتطوير الشبكة المرورية في القاهرة دون هذا الإهدار للتراث العمراني؟ أنا اسمي مروة عبد الجواد، مهندسة معمارية وباحثة دكتوراه في كلية الهندسة جامعة عين شمس، ومتخصصة تحديداً في مجال فلسفة التاريخ العمراني، ومهتمة بالمجال التراثي في مصر وحول العالم، ومهتمة بالكتابة البحثية في مجال تاريخ العمارة والعمران في مصر وأكثر من بلد عربي. بداية، لفظ الجبانة هو معناه الصحراء، عشان ربما يكون اللفظ غريب على مسامع بعض الناس، هو من ضمن أسماء عديدة بتطلق على مقابر أو أماكن دفن موتى المسلمين. بيطلق عليها الجبانة، بيطلق عليها المقابر، بيطلق عليها المدافن، وبيطلق عليها بصفة خاصة كمان القرافة، وده لفظ خاص بمدافن القاهرة تحديدا، مش بيطلق عليه في أي مكان آخر. جبانة القاهرة التاريخية ليها تاريخ ممتد وطويل جدا، مرتبط بالفتح الإسلامي لمصر منذ قدوم سيدنا عمرو بن العاص في فتح مصر، واختار هو المكان ده لدفن موتى المسلمين بناء على مرويات كانت بترى انه سفح جبل المقطم هو مكان لغرس او غراس اهل الجنة، وبناء عليه هو يعني رأى تبرك في المكان، وظل المكان ده هو مكان دفن موتى المسلمين منذ 14 قرن تاريخ الفتح الإسلامي لحد النهاردة. لذلك هي بتعد ثاني أقدم مقبرة إسلامية مستمرة حتى الآن، وبيطلق عليها البقيع الثاني طبعا نسبة إلى البقيع الأول اللي هي مقابر أو مدافن البقيع في المدينة المنورة. فجبانة مصر التاريخية بيطلق عليها البقيع الثاني، لأن مش هتلاقي مكان استمر فيه الدفن على مدار 14 قرن أقدم من الجبانة التاريخية في القاهرة. طبعاً أهمية الجبانة التاريخية في القاهرة أهمية متعددة الجوانب وأهمية ضاربة في القدم، توالت عليها مختلف الطبقات التاريخية والمعمارية والعمرانية والاجتماعية حتى والبشرية. جميع الفئات بمختلف طبقات الفئات الشعب المصري مدفونة فيها، هنلاقي فيها حكام مدفونين، هنلاقي فيها صحابة، هنلاقي فيها متصوفة، أولياء، كتاب، علماء وعامة الناس مدفونين فيها. إضافة إلى ذلك، الجبانة التاريخية كانت مكان ربما إن صح التعبير لتجارب معمارية فريدة جداً، أنتجت تراث معماري وعمراني فريد ربما يندر إن إحنا نلاقي ليه مثيل برا الجبانة التاريخية أو خارج القاهرة. جميع أنواع الطرز الإسلامية اللي مرت على مصر أو اللي مورس استخدامها في مصر هنلاقي ليها أثار واستخدامات موجودة في الجبانة التاريخية. ليها كمان حتى تنوع غير التنوع الطبقي التاريخي والمعماري والعمراني، هنلاقي فيها مجال لنشر أنواع من أنواع الفنون ربما يندر إن إحنا نلاقيها خارج الجبانة. هنلاقي فيها فنون زي فنون الترخيم، زي فنون التذهيب، زي فنون النحت على الرخام، زي فنون الخط العربي اللي هي
يعني شهدت الجبانة مراحل تطوره المختلفة والمراحل اللي مر بيها تطور هذا الخط على مدار ال 14 قرن اللي فاتوا، هنلاقيها موثقة بشكل جيد ومتتابع في الجبانة. الجبانة كمان التاريخية هي جزء من القاهرة التاريخية اللي هي موثقة ومسجلة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كمان هي مسجلة ضمن قائمة مسجلة كموقع وكأثار منفردة طبقا لقانون الأثار في مصر في أكثر من مادة من هذا القانون، فده بيحولها إنها تكون إرث إنساني عام مش بس إرث قاهري أو إرث مصري خاص. الجبانات الحقيقة مش أول مرة تتعرض لعمليات إزالة، وإن كانت العملية الجارية حالياً هي ربما أوسعها وأكبرها من حيث الحجم والانتشار، لكن هي سبق بالفعل وتعرضت لأكثر من عملية إزالة. لو تكلمنا عن العصر الحديث طبعاً كان أولها بداية شق طريق صلاح سالم في تحديداً 1952، والفترة دي أو المرحلة دي كانت ربما أكثر ما ميزها أو أكثر ما اتسمت به إن ما كانتش لسه الجبانة أو ما كانتش لسه القاهرة التاريخية بشكل عام مسجلة على مواقع التراث العالمي، فده أنتج لينا نوع من أنواع يعني التغاضي التام عن الحصر أو التوثيق لأي أحواش أو أي مقابر هدمت لشق الطريق ده، فبالتالي ما عندناش تقريبا أي توثيق دقيق يوثق ما هدم في مرحلة شق طريق صلاح سالم. بعديها تقريبا من منتصف السبعينات لمنتصف الثمانينات كان في شق طريق الأوتوستراد، وده يعني برضو أدى لعمليات إزالة كبيرة في الجبانة الشرقية. ثم في أواخر التسعينات كان في أيضا حصل شق طريق في الجبانة الشمالية باب النصر، ودي كانت جبانة فريدة جدا ومتميزة فيها أنواع من المقابر الخشبية مش موجودة تقريبا في أماكن أخرى كتير، وكان صادر لها حتى قرار بمنع الدفن فيها منذ سنة 32. والمقابر الجبانة الشمالية أو باب النصر من يعني من أفدح ما خسرناه في عملية شق الطريق فيها كانت الهدم وعدم التوثيق وعدم الإحصاء لعدد المقابر اللي هدمت، وأثمنها تقريبا كان مدافن أو مقبرة حوش الصوفية اللي كان فيها على أرجح الأقوال وأرجح الآراء اللي مدفون فيها تقي الدين المقريزي وابن خلدون عالم الاجتماع الكبير. فلنا أن نتخيل أن اثنين من أكبر علماء ومفكرين الإنسانية مش مصر بس كان ممكن إزاي مقابرهم تتحول لمزار عالمي يخص العالم كله مش مصر بس، لكن للأسف فقدناهم في عملية شق الطريق ده وما وثقناش حتى مكانهم فيه. كمان الجبانات التاريخية مش بس تعرضت لعمليات هدم أو إزالة، مع الأسف هي مورس عليها نوع من أنواع الإهمال الرسمي لعقود طويلة جدا، هي تركت تماما يعني تعاني من أثار مثلا المياه الأرضية اللي أتلفت عدد كبير جدا من التركيبات ومن الأحواش ومن الشواهد الرخامية، أغرقت حتى رفات الكثير من الموتى، تركت أيضا للإسكان غير الرسمي اللي غير نوعا ما من نسيج المنطقة فبدأ يحدث تخلل في البناء غير الرسمي ما بين الأحواش ثم سكن وتعديات على الأحواش نفسها من بعض سواء الأهالي أو بعض القائمين على حراسة الأحواش، فيعني تاريخ طويل الحقيقة من يا إما التدخل الرسمي أو الترك الرسمي. عمليات الإزالة اللي جارية حالياً ربما لو كنا متفهمين نوعاً ما أو مبرر سبب عدم التسجيل أو الإحصاء مثلاً في شق طريق صلاح سالم سنة 52 لأن ما كانش القاهرة لسه مسجلة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ربما ما كانش فيه اهتمام كبير بالجوانب التراثية والعمرانية بقدر ما هو موجود الآن، فربما يكون ده مفهوم في سياق الوقت الزمني في منتصف القرن العشرين، لكن الحقيقة مش مبرر أو مفهوم في سياق الوقت الحالي لأنه إحنا بالفعل عندنا القدرة على التوثيق والإحصاء لأي حوش أو أي يعني منشأ
مسجل بالفعل كأثر، بل بالعكس العكس هو اللي بيحصل. بعض المنشآت المسجلة كأثار بدأت تشطب من كونها مسجلة كأثر عشان يسهل هدمها، زي ما أشرنا سابقا بعض المنشآت أو الأحواش تركت لتتأثر بالعوامل الطبيعية اللي هتساعد على إخراجها من تسجيلها كأثر. فاللي بيحصل حاليا في جبانات القاهرة التاريخية هو تفتيت لنسيج موحد وكامل استغرق 14 قرن من الزمن عشان يتكون. نسيج الفرادة اللي فيه هو التراتب الزمني اللي مر عليه والتآلف رغم ذلك اللي مر بيه، رغم ربما حتى اختلاف الحقب الزمنية والتاريخية اللي مرت عليه، لكن كانت متألفة بشكل فريد الحقيقة. يمكن احنا ما قدرناش نحقق التآلف ده رغم حداثة العصر حاليا، يعني ما يمكنش أبدا برضو ان احنا نغفل الشق الروحي والوجداني المتعلق ب يعني انتشال رفات الموتى اللي الشريعة بتجعلها في أضيق الحدود تماما، وحتى هنشوف حتى ربما في تجارب بلاد أخرى بتمنع تماما نقل رفات الموتى إلا بتصريح من الأسر صاحبة المدافن، وده اللي يمكن ما تبعش بشكل يعني صحيح في عملية الإزالة الحالية. أيضا عملية الإزالة الحالية أدت لتغيير الصورة البصرية اللي تمتعت بها القاهرة على مدار تاريخها الطويل، أو تمتعت بها الجبانات كمان على مدار تاريخها الطويل. يعني إحنا هنشوف صورة بصرية متناغمة وموحدة، هنشوفها عند لوحات المستشرقين، هنشوفها في كتابات الرحالة اللي مروا على مصر منذ العصور الوسطى، هنشوفها في كتابات الأدباء والروائيين والمؤلفين المعاصرين. الصورة البصرية للجبانات المشكلة كجزء أصغر من صورة بصرية كاملة للقاهرة التاريخية، شفنا إزاي تأثرت أو يعني تغيرت بشكل كبير جدا بسبب عملية الإزالة الحالية، في حين أنها حافظت على تماسكها لقرون طويلة جدا. هي كلمة السر في نجاح أي مدينة، بالذات المدن اللي ليها بعد تراثي وإنساني عميق ومتراتب زي القاهرة، كلمة السر في نجاحها هو تحقيق بالضبط هذا التوازن. المقوم الحضري لأي مدينة بيتكون، إذا أردنا إجمالهم يعني بشكل سريع، من ثلاث عوامل رئيسية: عوامل مادية فيزيائية بمعنى أدق يعني، وعوامل طبيعية، موارد طبيعية مختلفة في المكان، والعامل الإنساني اللي هو بيضفي التجربة الإنسانية والقيمة الإنسانية الخاصة والتراث الإنساني زي اللي بتتمتع به الجبانات التاريخية. فكلمة السر في نجاح أي مدينة، بالذات المدن التراثية أو المدن ذات القيمة، هي تحقيق التوازن ما بين العناصر الثلاثة. مع الأسف الخلل بيحدث لما بتقدم أو بتعطى الأولوية لعامل على حساب عامل آخر، وده اللي حاصل يعني نقدر نفسره في ما يحدث حاليا وما يجري حاليا في الجبانة التاريخية. ربما أعطيت الأولوية لعوامل المادية أكثر نوعا ما، العوامل الفيزيائية، العوامل اللي لها علاقة بالقيمة السوقية، القيمة المادية للأرض أو القيم الحسابية للطرق وما إلى ذلك، لكن في المقابل لم تعطى ذات الأهمية لقيم أخرى لا تقل أهمية أبدا، زي القيم الطبيعية وزي القيمة الإنسانية اللي هي المفروض إن هي الحاكم الرئيسي للقيمة الحضارية للمدينة ككل. يعني مثلا أنا عندي في الجبانة التاريخية عندي مورد نباتي رائع يمتد عمره في بعض الأحيان يصل لأكثر من قرنين من الزمن. المورد ده مثلا تقريبا لم يوضع في الحسبان، كان ممكن جدا تتحول هذه الجبانات يعني بستان وحديقة جنائزية ليس لها مثيل، وحتى في الذاكرة الشعبية بيطلق على بعضها فعلا مصطلح البساتين من كثرة ما هي يعني متمتعة بعنصر ومورد طبيعي وشجري أخضر خاص بها جدا، وبيكسبها بعد روحي أكثر حتى من الموجودة فيه بالفعل. حكم يعني الشريعة الإسلامية المدفن الإسلامي أو بعضها مثلا موثق من الأوقاف، والأوقاف الشريعة بتقتضي أن هي لا تهدم
بوسيلة أو بأخرى، إلا طبعا في أقصى حالات الضرر القصوى، وده اللي لم تصل ليه القاهرة حتى الآن. يعني في مدن أخرى مرت بحروب، بزلازل، بكوارث طبيعية اضطرتها اضطرارا إن هي تتخذ إجراءات أكثر تدخلا، بينما الجبانة التاريخية في القاهرة يعني الحمد لله تم صيانتها من إن هي تمر بتدخلات عنيفة زي الحروب والزلازل والكوارث الطبيعية، فبالتالي فرصة إن احنا نتخذ خيارات أقل حدة متاحة الحقيقة وموجودة، وده اللي دايما بنتعلمه في الحلول الهندسية. الحلول الهندسية دايما بتقدم لنا أكثر من بديل، ده اللي تعلمناه دايما في الهندسة، إنه مفيش حل واحد ومفيش حل لا مفر منه أو لا لابد منه، بالعكس هناك أكثر من بديل وهناك أكثر من حل، بل هناك ربما حلول تكون أفضل من الحلول المتخذة حاليا، وحتى على المستوى الاقتصادي والمادي قد تدر دخل أفضل مما هو متبع الآن. الحقيقة تتعدد الخيارات بشكل كبير جدا، يعني في مثلا في الأوساط الأكاديمية والبحثية ممكن نحصي عشرات البدائل اللي وضعت بالفعل، سواء مستقاة من التجارب العالمية الأخرى، في جبانات تاريخية مشابهة موجودة في قلب المدينة التاريخية، أو حتى من خصوصية الجبانة التاريخية في مصر، في عشرات البدائل وطرحت بالفعل وقدمت بالفعل، ويعني تردد أنباء كثيرة الحقيقة، ربما يكون غير معلن حتى الآن بشكل رسمي، لكن تردد الكثير من الأنباء عن تقديم أكثر من بديل، منها بدائل بتحول الجبانة لمزار سياحي على خريطة السياحة العالمية، ونتمنى أن هي يؤخذ بها بالفعل. يعني من الناحية المرورية، المتخصصين في الطرق والمرور لديهم الكثير من البدائل الحقيقة لتقديم توفير في الطرق أو في المسافة المقطوعة على الطرق، بحيث أنها لا تخترق الجبانة التاريخية ولا تخترق النسيج التاريخي للجبانة. أبسطها مثلا هو الطريق الرود، السيركل رود اللي بيمر بالجبانة بشكل دائري لكن لا يخترقها، وطرق أخرى عديدة. بعض الأكاديميين مثلا اقترحوا أنفاق تمر تحت الجبانة أو بما يقرب منها، لكن بمسافة كافية بأنها لا تؤثر على إنشائها ومتانة معمارها. يعني فأكثر من بديل وأكثر من طريق، يعني تصل لعشرات البدائل وعشرات الطرق، وكلها مش مجهولة ولا غير مطروحة، لا هي مطروحة. والحقيقة المبادرات التطوعية والفردية في مسألة الجبانات التاريخية كانت من أكثر العوامل المبشرة اللي شفناها، من أكثر العوامل اللي أعطتنا أمل، يعني هو الجهود الفردية والتطوعية وجهود البحثيين والأكاديميين وغير حتى المتخصصين اللي كانوا بينزلوا على أرض الواقع يقدموا بدائل وحلول، وأكثر من مبادرة تطوعية أبدت رغبتها في المشاركة لتقديم أكثر من بديل، عشان ما نوصلش في يوم إن إحنا نقول ما كانش قدامنا غير الطريق ده. من الأمور المبشرة جدا في الأيام الأخيرة هي يعني بدء سماع الأصوات بشكل رسمي. الخطوة الأولى والأساسية والمطلب الرئيسي في مسألة أو إشكالية الجبانات كانت وقف عمل البلدوزر تماما، وقف الهدم تماما، ودي الخطوة اللي بالفعل من أيام قليلة جدا بدأ الاستماع ليها، وبالفعل توقف عمل البلدوزر في الجبانة التاريخية. في قراءات مبشرة أخرى زي مثلا إن احنا بدأنا نشوف طمس لعلامات الإزالة اللي كانت موجودة على بعض الأحواش الأثرية، طمس هذه العلامة أمر مبشر جدا بأنه بدأ يؤخذ في الاعتبار وضع بدائل أخرى، طرق أخرى لاستماع للحلول الأخرى المطروحة سواء بشكل رسمي أو بشكل تطوعي، فدي أمور مبشرة جدا. حتى محافظة القاهرة سمحت بعودة الدفن في الجبانة بعد ما كان الدفن فيها متوقف تماما، فالحقيقة دي كلها أمور مبشرة بأنه الأصوات بدأت تسمع، والأصوات البحثية والأكاديمية لم تذهب هباء، وده ما نأمل أنه يعني تعامل به دايما المدينة التاريخية بشكل خاص والجبانة بشكل عام والجبانة بشكل خاص.